السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم. هذه حلقه جديده من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، حلقتنا ما زالت او حلقاتنا ما زالت مستمره بتسليط الضوء على كل جهد خدمي يقدم الى المواطن بشكل مباشر. يعني هذا البرنامج يسالون بعض الاصدقاء شنو اختصاصه؟ برنامج بخدمتكم هو اختصاصه حل مشاكل المواطنين بدوائر الدولة، كذلك تسليط الضوء على الأمور الخدمية التي تقدم للمواطن بشكل مباشر. أيضا أي عمل يقدم باتجاه رفعة وكرامة المواطن العراقي نحن باتجاه عرضه على الرأي العام. سلسلة بلديات استخدمناها بالاتفاق مع أمانة بغداد أن نستعرض أعمالهم وبعض الإشكاليات اللي تحظى بها هذه المناطق اللي تحت خدماتهم. اليوم استعرضنا بلدية الشعلة، واليوم راح نستعرض بلدية الكرادة. بلدية الكرادة ذات مساحة كبيرة، يوجد فيها مناطق تحتاج إلى خدمات فعلا مباشرة، وأيضا يوجد هناك جهد لابد أن نسلط الضوء عليه. هذا اليوم ضيافة الأستاذ المهندس جاسم محمد الركابي، معاون مدير بلدية الكرادة. نرحب بك أجمل الحبيب أستاذ جاسم. السلام عليكم ورحمة الله. تحية لحضراتكم ومشاهدي قناة الأيام الكرام. الله يحفظكم أستاذ جاسم. أستاذ جاسم، سؤال نمطي. نعم. اللي هي ما هي المناطق المشمولة بخدمات بلدية الكرادة؟ ابتداء عظم الله لكم الأجر باستشهاد سيدي ومولاي الإمام موسى بن جعفر الكاظم، الله بارك، والمغفرة والرضوان للشهداء الذين سقطوا أيام زيارة من قواتنا الأمنية البطلة، والشفاء العاجل للجرحى إن شاء الله. دائرة بلدية الكرادة يعني تمتد من منطقة الكرادة وصولا إلى منطقة الزعفرانية، مشمولة بخدمات البلدية بشكل كامل. تقع ضمن الرقعة الجغرافية لدائرة بلدية الكرادة عدة أحياء، وتقسم إلى مراكز بلدية لغرض تقديم الخدمة بشكل عام لهذه المناطق. عدد النفوس اللي مشمولين بهذه الخدمة؟ العدد تقريب النفوس تقريبي يعني بحدود 700,000 نسمة ضمن هذه الرقعة الجغرافية. جميل. إذا يعني الزعفرانية بهذه المساحة الكبيرة، نعم، هي أيضا من ضمن عملكم. نعم. جميل. سؤال، يعني أنتم على طريق الإمام الكاظم عليه السلام، خاصة بالزيارة الرجبية، والعدد هو لكل الجهات وفقا 12 مليون زائر. نعم. حسب تصريح العتبة الكاظمية. نعم. طبعا نشكر كل المواكب، نشكر كل الجهود اللي قدمت من الأجهزة الأمنية، من الحشد الشعبي، هذا التضافر الجهود الكامل. نعم. وأيضا عزانا الأخوان الشهداء ونتمنى لهم الشفاء العاجل للجرحى، قواتنا الأمنية في الطارمية، هذا الجزء الذي لم يحرر، نقول لم يحرر، هي دعوة للقوات الأمنية ودولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بإنهاء هذا الملف بصراحة، كون هو الخاسرة الرخوة باتجاه بغداد. وأيضا تبرع الناس، يعني وهذا الجهود احتاج إلى جهد مضاعف من بلدية الكرادة، كون هو جنوب يأخذ مناطق الكرادة والزعفرانية وأيضا ديالة وواسط، هذا كل الطريق أيضا يكون سالك أمام الكرادة. نعم. وأكو شوارع هاي ضيقة ويحتاج إلى عمل دؤوب لإتمام نجاح هذه الزيارة الرجبية. كيف كان عمل بلدية كرادة؟ حقيقة هناك توجيه من معالمي بغداد لكافة دوائر البلدية، يعني قبل موعد الزيارة كان اجتماع يعني مطول مع السادة المدراء العامين والسادة الوكلاء حول خطة خدمة الزوار لزيارة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. دارت بلدية كرادة
خط الخدمة الذي يعني يقع على عاتق البلدية يمتد من جسر ديالة وصولا إلى ساحة كهرمانة بحدود 15 كيلومتر طولا. احنا كبلدية تم تقسيم هذا المقطع إلى عدة محاور ليتم السيطرة عليه. تعرف انه الاخوان المواكب تقدم خدمة خاصة للزائر، لكن هناك الخدمة العامة اللي هي نقل النفايات، توفير الحوضيات للمياه، تزويدهم بأكياس النفايات، الحاويات المترية غيرها، هذه تقع على عاتقنا بصراحة. الحمد لله اكو تعاون بيننا وبين الاخوان في المواكب وكذلك الزوار. نجحت بلدية الكرادة بخدمة الناس، خدمة الزوار طيل فترة أيام الزيارة، ويعني ما سجلنا أي حالة من التلكؤ أو غيرها. الحمد لله تم ختم أعمالنا مع أخواننا المواكب أثناء رفعهم المواكب. أكيد صارت لكم تجربة، يعني أنتم على مدار هاي السنين كلها صارت تجربة. أكو تطور حسيتوا بنوعية الخدمة اللي تقدم للزائرين كبلدية؟ يعني أكو سرعة الإنجاز؟ يعني إحنا سنة عن سنة يعني نحتاج إنه نضيف مثلا آليات، نضيف عدد عمال، نكلف كوادر بمتابعة هذه الخدمة. وبالفعل سيد المدير العام بلدية الكرادة قسم القاطعين، قاطع الكرادة وقاطع الزعفرانية، كان أحد المعاونين على بلدية الكرادة على الجزء اللي بالكرادة، والزعفرانية كانت من نصيبي، وكذلك الأخوة رؤساء الأقسام. نشخص الحالات، شخصناها، و الحمد لله انه الرضا كان من الاخوان اصحاب المواكب. احنا بتواصل وياهم يعني شعبة الاعلام منذ اليوم الاول نصبوا مواكبهم. وزعنا بروشار يحتوي على رقم الشكاوي ورقم الهاتف الدار البلدية في حال احتياج اي حالة، يعني سواء كانت تخص المياه، المجاري، النظافة، غيرها. احنا كنا مستعدين وكانت كوادرنا يعني منتشرة في مسار الزوار. جيد، تحدثت أثناء حديثك عن موضوع النفايات وحملها، يعني تقريبا موسم الزيارة، هسه بعدين نتحدث عن الأيام الاعتيادية، إيش قد النفايات باليوم؟ يعني البيان الرسمي، البيان الرسمي لمعالمين بغداد مع العتبة الكاظمية المقدسة، إنه كمية النفايات اللي يتم رفعها 15000 طن من النفايات. 15000 طن، وهذا فوق المعدل بستة طن. احنا يوميا مدينة بغداد تفرز بحوالي 9000 طن يوميا، لكن تعرف انه زيارة وزخم. منو كانت المحافظات اللي عليكم تجي؟ احنا المحافظات الجنوبية. اي نعم. وكانت انسيابية عالية؟ الحمد لله لا انسيابية، قلت لك انه التفاعل بين اصحاب المواكب وبين الدار البلدية كان مثمر، وكذلك قوات الامنية البطلة كان انه تنسيق وياهم جدا عالي لتسهيل مرور الياتنا دخولها وخروجها. هذا يعني ادى الى انه نقدم خدمة جيدة ومقبولة، ولم يتم تسجيل اي تلكؤات على الدار البلدية. استاذ جاسم، يعني هاي هذا الكم الهائل من النفايات اللي نقول 15 او 16 طن يعني من النفايات، وين يكون الطمر مالتها؟ يعني اثناء الزياره وبسبب قطع الطرق والزخم، وانت تحتاج انه الياتك ما تكون بعيده عنك، صح، يتم تجميعها في محطات تحويليه مؤقته، بعد ذلك يتم رفعها الى المناطق الطمر النهائي في منطقه النهروان اللي هي طمر لمدينة بغداد والأمانة بغداد. ممتاز، أحسنت. أكو سؤال طبعا دائما ما يشكو من المواطن خاصة في الكرادة أو في الزعفرانية، يقول البنى التحتية، يقول إحنا مشكلتنا مثلا بالأمطار تفيض بعض المناطق، والمياه مثلا بالصيف شوية تقل تضعف. شنو هاي الأسباب؟ وهل من حلول جذرية لها؟ حقيقة إذا نتكلم على شبكة المجاري، يعني شبكة المجاري يعني شبكة طويلة جدا، وهذه عادة تأهيلها مرة ثانية يحتاج مبالغ ضخمة جدا يعني. لكن إحنا نعمل على
المتهالك من عندها. هي صح متقادمة وتحتاج استبدال، لكن يعني الاستبدال يحتاج يعني مبالغ تفوق ميزانية أمانة بغداد، ومو بس بلدية الكراد، يعني عموم البلديات اللي موجودة يعني عندها هاي المشكلة. لكن احنا في حال انه حدوث تخسفات في خطوطنا تتعالج بشكل فوري، ما ننتظر يعني احنا يتم استبدال الأنابيب اللي يعني يصير بيها تلكؤ من ضمن كوادر البلدية. مهندسية أمانة بغداد يطلع لجنة مختصة من دارة مجاري بغداد مع الدارة البلدية، يتم بعدها إعداد الكشوفات الخاصة ويتم التنسيق مع المرور لغرض قطع الطرق، وبعد ذلك يتم إصلاحها وإكساء المقاطع. شحة الماء يعني كان هناك فريق عمل تم تشكيله من قبل معالي أمين بغداد لمعالجة شحة الماء في منطقة الزعفرانية. حقيقة أنه الأكثر المناطق اللي تعاني هي منطقة الزعفرانية. المشروع أستاذ جاسم هذا 1300 متر. نعم اللي نعم. كان بال 2021 أو 22. لا 22. هذا الصيف المضى يعني تم تمديد أنبوب ماء لمنطقة الزعفرانية لمعالجة الشحة اللي موجودة، وحاليا يتم إنشاء وحدات لغرض ضخ هذه المياه للمناطق اللي تعاني من الشحة. وإن شاء الله هذا الصيف راح يعني يشهد عدم شحة في منطقة الزعفران. أي المناطق لكم اللي بها تقادم كبير يعني ويحتاج إلى حملة كبيرة كشركة تجي أن تعمل يعني بالبنى التحتية الخاصة بالمجاري منطقة الكرادة حقيقة، لأن العمر الافتراضي للأنابيب اللي موجودة منتهي يعني منذ أكثر من 20 عام، لكن هي حاليا سالكة يعني ما متوقفة. نعاني أحيانا أثناء الأمطار يعني هاي الأمطار الأخيرة صار عندنا تخسف بالخط الناقل اللي يم كهرمانه، وتم إصلاحها يعني ليلتها يعني الحمد لله تم السيطرة عليها. هذا يعني يسبب طفح المجاري، لأن المياه ما توصل للمحطات اللي تضخ هذا للخطوط النهائية. جميل. يعني هسه احنا مقابل نهر دجلة يعني. نعم. صح لو لا شاطئنا. نعم. أرداف النهر من مسؤولية من؟ الموارد المائية. موارد المائية. عندكم تنسيق وياهم؟ اي طبعا عندنا تنسيق طبعا. يعني هاي العملية الكري وكذا شنو حلها يعني؟ يعني اعمال الكري تخص هم الاخوان عندهم يعني حالة فنية يعالجونها بهذا الكري. مادة الزميج اللي اعتقد يعني تعيق جريان المياه يعني طبعا. انا ما ادري هذا يعني يوجه لهم هذا السؤال، لكن اللي نفتهمه من يعني من هذا الموضوع انه اعمال الكري لان يعيق عملية جريان المياه، فهم يرفعون هذا الزميج من داخل حوض النهر وصاير هيك. ومناسبة الشط وبنواس يعني أمانة بغداد حاليا أنا كاتب على كاتب سؤال على بنواس وهذا راح طبعا أشوف راح يزحفنا على سؤال آخر. يعني أشوفها ظلمة دجلة أمانة بغداد مع اتفاق مع وزارة الكهرباء بالإنارة يحتاج إلى غازينوات يعني حكومية مو إلا أهلي أو يعني مستثمر أهلي، يحتاج أن ننور هذا الشارع. يعني شفت يمكن بطولة خليجي 25. نعم. البصرة أنا شايف الكورنيش وأنا ولادتي يعني هناك بصرة. كورنيش البصرة كان مياه آسنة. وتكرم النفايات في الكورنيش. من اجت البطولة يعني نسوي بطولة شلون يعني؟ لا ما يحتاج، لا الحمد لله معالي أمين بغداد يعني وجه بالمباشرة بالعمل، وفعلا باشرنا بالعمل حاليا المقطع من جسر الجمهورية باتجاه الكرادة يتم العمل عليه من مماشي وسايد خاص للجري وسايد خاص للدراجات الهوائية ومناطق جلوس وتزيين الأشجار وإنارة المتنزه بشكل كامل. يعني إن شاء الله العمل جاري هسه حاليا تقدرون حضراتكم من جسر الجمهورية كيلو وين ونص لحد ملعب ليث حسين، يعني هذا كله مشمول. وإن شاء الله اللي بعد أهمين أكو خطة وضعها سيدي الأمين لغرض تطوير هذا العمل خاص لأمانة بغداد. أمانة بغداد دارة المشاريع مفتوحة طبعا بدون دخولية وبدون كذا، هي متنزه. هو حاليا قيد العمل يعني احنا يعني قيد العمل إن شاء الله، بس احنا همينا أكو سياجات خاصة
خاصه لحمايه المكان للمتنزه. يعني هم نريد اللي يستفاد من هذا الموضوع العوائل العراقيه. صح. مو فئه محدده انه تجي لهذا المكان، لا، اريد عوائلنا العراقيه البغداديه انه تجي لهذا المكان، العاب اطفال كذا. بالضبط. اي ما نشوف غازينوات مثلا، يعني اكو غازينوات موجوده هي يعني قديمه، لكن اضافه جديده ما عندنا يعني بالتصميم حاليا، بس حدائق خضراء وكورنيش مع محاذاه نهر دجله. يعني سمعت ان شاء الله العمر الافتراضي انجاز هذا هسه حاليا العمل جاري بي بعد الافتتاح بعد يعني اي بعد الافتتاح ان شاء الله. ان شاء الله. هذا هم راح حين على سؤال اخر. نعم. انتم هذا المكان يعني مهمل، كان يعني بصراحه يعني مهمل، هسه بدات الحياه تنبض من جديد، يعني اكو بعض نشوف شوارع يعني جميله المفروض ان تكون هي للماره، شوف اكو تجاوزات توصل للرصيف، كيف تعالجون هاي المواقف؟ يعني ارجع يعني البدايه، ليش هذا العمل؟ الحقيقه هنا يعني اكو توجه من دوله رئيس الوزراء لتقديم خدمه حقيقيه، مو يعني مجرد اعلام او اعلان او كلام ممكن يسمع المواطن، لا، تقديم خدمه فعليه وملموسه للمواطنين. وهذه المباشرات اللي باشرتها امانه بغداد هي بالفعل يعني ضمن نطاق هذه الحكومه وبرنامج يعني الحكومة. ضمن منهاج الحكومه الحكومي انه انتم لازم تقدم خدمه وتعطيني مشاريعك اللي انا اشتغل عليها. التجاوزات يعني رفع التجاوزات بحد ذاته، احنا ايش عندنا؟ عندنا متجاوزين على الارصفه اللي يعني يحتاشون على الارصفه. يعني هذول حاليا لازم تلقى مكان بديل لهم، ولازم واكو توجيهات يعني من دوله رئيس الوزراء ومعالي امام بغداد انه اول ابتداء انه نلقى نوفر البديل، بعد ذلك يبدي ننقلهم من هذه التجاوزات. اي تجاوزات انشاء يعني مشيدات ثابتة على الرصيف يتم إزالتها. ما عندنا مشيد ثابت يشيد على الرصيف، إزالتها حاليا. يعني هسه احنا أمانة بغداد أو بلدية الكرادة هناك تطوير لشوارع بلدية الكرادة. الشارع الأول هو شارع كرادة داخل، هاي مشاريع مستقبلية لو لا 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 حاليا قاعد يعني الجزء الأول اللي تم تطويره هو من تقاطع فندق بابل باتجاه المعلق، هذا انتهى، طورناه كملناه يعني ارصفه وزراعه واناره وكامل يعني. الجزء الثاني اللي هو ممتد من الجسر المعلق الى ساحه كهرمانيا. من هسه حاليا العمل جاري من ساحه كهرمانيا باتجاه الجسر المعلق، يعني وصلنا تقريبا الى مكتبة الرباعي او قبل مكتبة الرباعي، يعني تعدينا المستشفى الراهبات. عمل اولا توسيع للشارع، لان الكل يعلم انه هناك مضايقات من الوقوف سايد ثاني. هناك طلب من الأخوة في المرور أنه توسعة الشارع لغرض السماح به، يعني الكل يعلم أنه شارع كرادة داخله شارع تجاري وفعاليات تجارية، فيحتاج المواطن أنه يعني بس بصراحة يركن سيارته لغرض التبضع. بصراحة أستاذ جاسم يعني من معالم الكرادة. نعم. ما البسطيات الموجودة بالكرادة، احنا يعني من جينا وجدنا الكرادة شفنا هذول الناس المعتاشين على هذا المكان. نعم. البديل بعدين راح يكون تكمل يا ريت يعني على الجواب. ايش راح تكون بديل؟ سوق خارج الكراده؟ احنا لحد الان قلت لك احنا ما عندنا هسه حاليا، لكن يجب ان يكون هناك بديل مرضي للاخوان وبعد ذلك يتم نقلهم هذا المكان. يعني بعدكم مدارس؟ لا لا هسه حاليا احنا الكراده تفتقر الى العقارات المساحات الواسعه انه انت تحولها الى سوق عصريه او لغرض جمع هؤلاء المواطنين. لكن يعني ممكن انه امانه بغداد اذا خصصت تستملك قطعه ارض او تستملك بنايات، ممكن انه يكون عمل سوق نظامي خاص بالبسطيات وبنفس المكان، يعني مو بعيد عنه، انه ممكن انه نحولهم في هذا المكان لغرض استغلال الشارع بشكل كامل. راح نرجع نكمل موضوع الزخم. يعني الزخم كان اتفاق مع الاخوه في المرور انه اذا كان توسعه للشارع ممكن انه سماح بوقوف عجله لغرض التبضع وغيره، ويكون هناك سايدين لحركه المرور وما تكون مضايقه وزخم مروري في كراده داخل ان شاء الله، والعمل جاري على هذا الموضوع. استاذ جاسم نبقى بالزخم.
يعني انت تعرف الكراده حتى البرة صارت هماتين زخم. نعم. حتى شارع الناظميه هماتين زخم. نعم. باتجاه الحريه. حتى بزعفران الحب ما شالوا السيطره. نعم. اليم الرشيد يلا بدات شويه تفك الاختناق. نعم. انتم كبلديه ساهمتم بعمليه معالجه لهذا الاشكاليه؟ كراده خارج هسه حاليا اكو توسعه للشارع يعني من فلكه الحسنين باتجاه جامعه بغداد اكو توسعه يعني بحدود 7 متر لكل سايد. نعم وجارع تطوير هذا الشارع. هناك نيه لاماره بغداد انه تعمل نفق بهذا التقاطع تقاطع جامعه بغداد لغرض فك الاختناق من بهذا المكان. يعني النفق قصدك الفكره بانه يتصل هذا النفق بالجسر السريع لغرض يعني تخفيف الزخم المروري اللي بالتقاطع هذا. وهذا اكيد يعني يحتاج عمل ويحتاج وقت يعني وبس هو من ضمن خطه امانه بغداد ان شاء الله. في منطقة الزعفرانية هناك خطة بين أمانة بغداد والإسكان حول إنشاء جسر رابط بين منطقة الزعفرانية وسريع الدورة. هذا الجسر يعني شارع الشركات اللي هو يعني داخل منطقة الزعفرانية. ما شركة بيبسي؟ مو شركة بيبسي هاي اللي هنا بالزعفرانية. بالزعفرانية. إيه شارع الشركات. إنه هذا يعني بصراحة دا يتم إنشاء هذا الجسر. راح يخفف يعني معاناة منطقة الزعفرانية من الزخم المروري. اي كون هو بانه عندك بس مايه ما بس مايه المحافظات هذا خطر يعني. اي نعم. زين هذه قيد الدراسة او لو لا ان شاء الله اكو خطة اللي بها قرار انه هذا ينشئ هذا الجسر لغرض فك الاختناقات وهذا الشارع يتم تطويره ان شاء الله. جميل. اذا من ضمن موضوعة التجاوزات واللي تم حلها يعني على المناطق الزراعية صراحة. نعم. القرار الحكومي حكومة استهلاك محمد الشاه السوداني تم تحويل جنس الأرض خاصة الزراعة اللي تمتلكها الدولة. البعض فاهمها غلط بصراحة يعني أنا سمعت بأنه أثناء حديثنا أنا وياك قبل البرنامج تحدثنا على قضية من يقدم الطلب من المستفيد. نعم. يا ريت توضح المشاهد شنو الآلية يعني القرار واضح انه كل الاراضي التابعه للدوله هي مشموله بهذا القرار. كل الاراضي الزراعيه لا الزراعي مملوك للدوله او سواء كانت زراعيه او غير زراعيه هي مملوكه للدوله هي مشموله بهذا القرار. سؤال عفوا حتى اسف. نعم. مقاطعه يعني انا هاي الارض تابعه للدوله. نعم. مو زراعي ارض تابعه للدوله. اي نعم. لكن بالمخطط وفق التصميم الاساسي بغداد هي خدمات يعني هي يعني مفهوم. مركز شرطه. نعم. عياده. نعم. بس تجاوزوا على ناس والسكنت. نعم. هاي مشموله اي تجاوز يتعارض مع الخدمات هذا يتم تعويضه حسب القرار ويتم رفع هذا التجاوز. مناطق كامله صارت وان كانت مناطق كامله اي تجاوز القرار واضح هو. احنا هسه حاليا في قيد استلام طلبات المواطنين يعني احنا اعطونا 90 يوم انه نستقبل الطلبات الخاصه بالتمليك الزراعي او التجاوزات واحنا قاعد نستلم هذا. لكن اكو ملاحظ انه كثير من الاراضي هي ملك صرف. صح. اكو زراعي ملك صرف سنه 25 المواطن ما يعني عنده يعني ضبابيه بهذا الموضوع. ضعاف النفوس يستغلون هذا الموضوع انه انت مشمول لكن انت بس دبر لك سند انه هذا يعني كانما هي حاله من تزوير. يعني احنا حتى حالات؟ اي طبعا اكو حالات ونبهنا الاخوان المواطنين اللي يراجعون على هذا الموضوع انتم ما مشمولين ما ننتظر احنا ما نعرف انه اكو قرار لان هذه الاراضي هي مملوكه لاشخاص يجب ان تستملكها الدوله بعد ذاك ممكن انه يتم تعامل معها مثل ما نتعامل مع الاراضي المملوكه هسه حاليا اللي هي مملوكه للدوله. يعني هم من طريق قناتكم الموقرة انه نخاطب اخواننا المواطنين انه لا تنجرفون بهذا الانجراف انه انت تروج معاملة وبعدين انت اكو ضعاف نفوس يستغلوك وياخذون منك مبالغ انه نقدر نرتب لك الموضوع هذا يعني خارج البلدية وخارج اللجان ما لها علاقة يعني البلدية جايب اوراق او السند غلط والعنوان غلط وكل هذا ويتصور انه هي حيله وتعبر. لا ما تعبر لان اكو لجان مختصه
وقدمت كشوفاتها وانت مشمول او ما مشمول، هذا يعني رهن هذه اللجان وليس رهن الاوراق اللي تقدمها. اذا كانت اوراقك صحيحه 100% انت مشمول، اوراقك مو صحيحه يتم فرزها وتستبعد من هذا الموضوع. ممتاز استاذ جاسم. يعني هذا القرار يسري فقط على تاريخ اصداره، ما بعد اصداره ممكن هسه اكو بساتين خاصه للدوله، ممكن هسه يجون ناس تتوسع راح يسكنون هم لا 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 ما مشمولة، لا المشمول فقط اللي ساكن دون وحدة سكنية. نعم قبل القرار، وأخوانا في كافة القواطع يتعاملون مع تجاوزات وإزالتها بشكل يومي، يعني ما عد ما عندنا يعني أي تجاوز ما أي بعد القرار، بعد القرار يتم إزالته. أنت القرار ساري للسكن ما قبل هذا القرار، ما قبل القرار. نعم. جيد ممتاز. أكيد عندكم يعني مشاريع مستقبلية أنتم كبلدية كرادة، حتى أمانة بغداد أكيد إذا مشاريع وأنتم جزء من أمانة بغداد. نعم نعم. ما هي المشاريع اللي هي عندكم موجودة درست وخطط لها أو يعني في يعني المعلومات اللي عندي إنه هي مو معلومات دقيقة 100%، لكن هي موجودة بالفعل. يعني أنه هناك إنشاء مجسرات لمدينة الصدر لفك الاختناقات. هذه المجسرات يعني تربط بين مدينة الصدر ومنطقة شارع فلسطين. إن شاء الله يعني هذه سيتم المباشرة بها إن شاء الله. إيه نعم. عندك تفاصيلها؟ التفاصيل مو يمي بصراحة، لأن اختصاص دارة المشاريع والأخوة في الدوائر الفنية. العمل جاري على يعني إنشاء حولي لمدينة بغداد، يعني شرق مدينة الصدر لفك الاختناقات المرورية، وهذا يعني أخذ يعني نسب إنجاز متقدمة به إن شاء الله. فيما يخص يعني إحنا كبلدية الكرادة لدينا أعمال إن شاء الله تطوير للمحلات اللي موجودة في داخل بلدية الكرادة، منها 901 و907 و909، وحاليا العمل جاري في 915. أعمال يعني التطوير تشمل التبليط والأرصفة والقالب الجانبي إن شاء الله. نعم. جيد. يعني إحنا دائما إحنا أهل بغداد يقولون راح يرجعوها، يعني الاكساء مالكم ترقيعي؟ لا 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 لا، عمليه اكساء قشط واكساء بشكل كامل. لا مثل ما سوينا بمحل 903 910 908 اكساء كامل ان شاء الله. راح نباشر هال يعني الايام القادمه. السبب هو تهالك لو تخسفات؟ لا لا، هي اصلا يعني مدينه الكراده يعني مظلومه بهذا الموضوع، باعتبار انه يعني إذا تتذكر حضرتك يعني هي مغلقة كانت بالصبات وغيرها وهذه، فكانت يعني خدمات يعني يمكن أقل مناطق بغداد والخدمات. لا هناك توجه من الأخوة في أمانة بغداد على رأسهم معالي أمين بغداد وسيد المدير العام في بلدية الكرادة والأخ مدير عام دارة المشاريع، لغرض يعني إكساء وتطوير الشوارع في منطقة الكرادة. كل تفاصيل المحلة لو بس الشوارع العامة؟ لا 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 لا، كل الأزقة. هذا نحكي محلة، من أقول محلة يعني الأزقة الداخلية وليس الشوارع. شوارع حالياً أكو عمل بيها، هاي نحكي على الأزقة إن شاء الله. إذن إحنا بصراحة كارثة بطب الكرادة. أي نعم. خاصة بشارع أصفر كذا. نعم. شوف أفرع. نعم. حفرة يعني هذا إن شاء الله يعني بعد فترة ان شاء الله. ان شاء الله احنا يعني 903 هواي كسينا من عندها احنا يعني الازقه، وان شاء الله يعني مستمرين بالاكسار. ممتاز ان شاء الله. اتمنى احنا ان نبيكم ان شاء الله اي انتاج او اي تطور بعملكم احنا نكون رافد مهم ان شاء الله. ان شاء الله, إن شاء الله. هذا يفرحنا، ما دام تقدم خدمه للناس احنا نكون بخدمه ان شاء الله. ان شاء الله. جيد. يعني هذا الاكسار وهذا العمل واحنا بدنا نشتغل على ابو ناس بده تطور، يحتاج له اليات بصراحه. هل اليات بلديه الكراده تكفي لانجاز كل المهام المناطبه؟ لا بالحقيقه هي مو بس بلديه الكراده، موضوع الاليات في امانه بغداد يعني يمكن احدث اليات عندنا هي 2009. يعني اغلب الاليات هي يعني متهالكه وبها تقادم، هم يحتاج لها يعني
يعني اغلب الاليات بها اندثار يعني مو طبيعي، فيحتاج نجدد. احنا من مثلا 2009 لليوم وما بقى المواطن مثلا العدد السكان نفس العدد، اكو كثافه سكانيه، انضافت كثير من المناطق الجديده انه تحتاج الى خدمه. عندنا المشكله بالاليات التخصصيه الخاصه بالمجاري، يعني هذه مشكله تقطيع بالمنازل من 200 الى 50 بالضبط. هذه المشكله انه مثلا التخصصيات الخاصه بالمجاري هم يعني يحتاج يعني نرفضها، لكن هي اكو يمكن قرار يعني بعدم الشراء يمكن 2015 اللي وقف كافه المشاريع وكذا، من ضمن هاي يعني نتمنى انه يعاد النظر فيه ونقدر يعني نشتري آليات تخصصية جديدة إن شاء الله. جيد، شلون الحكومة الحالية يعني دولة الرئيس الوزراء محمد الشيخ السوداني، هل هناك تعاون يختلف عن باقي الحكومات بقضية دعمكم كبلدية كرادة أو عمارة بغداد يعني؟ حقيقة هو دولة رئيس الوزراء شكل فريق عمل من المتابعة، هذا الفريق يعني يتابع اعمالنا احنا هسه كبلديه، انا احكي على بلديه كرات، بشكل يومي وجدي يعني يعني الاخوان في مكتب المتابعه في مكتب رئيس الوزراء يوميا متابعه على كافه الاعمال اللي موجوده، ويريدون نسب الانجاز ومراحل التقدم في العمل، معوقات اللي تحدث، يعني الله يبارك بهم. جميل. يعني تعاون مثمر بشكل يعني اكو العقبات اللي تقف عائق امامكم يذللون؟ لا، هي مو عقبات، انما مرات يعني نحتاج مثلا انت تعرف الروتين المخاطبات وغير هذا الموضوع، يعني الاخوان دي يسرعون به بشكل مو طبيعي. اكو قرارات تحتاج يعني قرارات سريعه، الاخوان يساعدونا بهذا الموضوع. اي عمل ما يتحمل، اي عمل تريد تنجزه بشكل سريع ما يتحمل التاخير بمخاطبات وكتابنا وكتابكم. هم متابعين ويانا، احنا داخلين وياهم بجروبات متابعين عملنا، متابعين نسب الانجاز وين وصلنا، زياراتهم الميدانيه ويانا. بصراحه يعني الدعم يعني غير محدود من رئيس الوزراء والفريق اللي يعمل وياه. انتم لحد الان يمكن فريق الجهد الخدمي الهندسي الحكومه ما دخل وياكم؟ حاليا في مناطقنا في الكراده لا، ما دخل وياكم. زعفرانيه بعد ان شاء الله. ان شاء الله صار حديث بهيك موضوع؟ اي نعم رشحنا مناطق للجهد الخدمي، وان شاء الله اذا صار عمل هم يعني نزودكم معلومات. شنو رايكم بالله بالفكره انتم كمهندس وكاختصاص بهذا العمل جهد الخدمي؟ رائع جدا، يعني هذا اول شيء رافد لعمل امانه بغداد او محافظه بغداد لتطوير المناطق الفقيره. يمكن حكاها دوله رئيس الوزراء انه هي التخصيصات الخاصه بالمكتب، هو صرف 70 مليار هو صرف من عندها هذا الخدمه اللي قاعد يقدمها في الاحياء الفقيره، وهذا شيء يعني يفرحنا انه انت اول شيء يرفع من كاهل المحافظه او امانه بغداد، وبنفس الوقت هو يقدم خدمه للمناطق هذه. احسنتم. الرشيد اللي بدايه الزعفرانيه، نعم، صار حديثه وايد، معسكر رشيد نعم. راح يتحول الى مدينه صناعيه، نعم. راح يتحول الى مستشفى ضخم، نعم. راح يتحول الى اخر شيء متنزه كبير، نعم. ما اعرف كيف يتحول وش راح يتحول ما ندري، شنو قضيته؟ يعني احنا بالنسبة لنا ما عندنا قرار، اولا هي عادية الارض الى وزارة المالية ووزارة الدفاع. الفكرة كانت بالحكومة السابقة انه يتحول الى متنزه وطني. العمل كان يعني حقيقة انه عمل، وان كان يعني اكو عمل واشتغلنا به، يعني اشتركت بالفريق العمل، لكن العمل يعني خجول بصراحة، يعني يحتاج رؤية اكبر من هذا. قدمنا رؤية بهذا الموضوع اللي وش قد مساحته عفوا؟ 5000 دونم. 5000 دونم؟ اي نعم، مساحة عملاقة. يعني قدمنا رؤية بانه احنا خلينا نبتعد عن السكن. هي بغداد بعد يعني صارت اختنقت بالسكن، تحتاج لها متنفس مثل الزوراء مثل الجزيرة. ممكن انه هذا المكان يتحول الى جزء من عنده مدينة رياضية، جزء من عنده الى مساحات خضراء، حدائق، مضمار للجري، مضمار بحيرة اصطناعية،
ممكن انه نشيد ببرج، ممكن إن نسوي ملاعب، اشكال فعاليات، يعني ممكن انه بغداد يعني فقيره بهذا الموضوع بصراحه، وان كان بها ملاعب وغيرها، لكن نشوف مثلا ايقونه البصره هي المدينه الرياضيه، صح، استقطبت كل يعني الدول وغيرها، وشفنا كثير من البطولات. بغداد تحتاج هذا الشيء، تحتاج انه نصمم لها تصميم، وهاي المساحه يعني هي يعني الانسب انه نسوي بها فعاليات. اولا نهر دجله قريب علينا، تمام، المساحه كبيره، مننا عندنا السريع، اكو فكره لانشاء جسر لفك الاختناقات، شبكه طرق، يعني قدمنا رؤيه بهذا الموضوع، شبكه طرق كذلك، يعني احنا قدمنا هاي الرؤيه ونتمنى انه يصير موافقه عليها والمباشره بالعمل عليها. لحد الان ما متخذين اي قرار يعني. لا مو القرار، مو يم امانه بغداد بصراحه، لا هو كمشروع يعني. اي نعم نعم نعم، انت تقدم رؤيه وبعدين اذا تمت الموافقه عليها شوفوا شلون يعني يصير العمل عليها، يعني لان بس لهذه المساحه تحتاج لها جهد عملاق يعني. جيد، ما بعد السيطره اكو مناطق واسعه فارغه يعني. نعم، شنو هاي المناطق؟ بعد السيطرة اشتغلنا عليها، هي هذه المناطق، احنا حددنا 3 مناطق بالمرحلة السابقة، يعني سميناها مقطع اي ومقطع بي ومقطع سي، يعني رفعنا من عدها التجاوزات، رفعنا من عدها الانقاض، هيئناها للزراعة. المقطع الاول بحدود 120,000 متر مربع، المقطع الثاني بحدود 60 أو 70,000 متر. هي للزراعة، زراعة متنزهات. يعني كان اكو هيك توجه انه نبدي بداية وبعد ذلك ننطلق لباقي المكان، لكن هو المكان يحتاج لتصميم، يحتاج ل يعني توجه انه انا ايش اريد اسوي بهذا المكان، مو يعني مساحه ازرعها وبعدين ابدي افكر للمستقبل، لا، من البدايه نخطط ايش نريد نسوي ونبدا نشتغل عليه ان شاء الله. تمام، انت باتجاه يعني قضيه الاستثمار لا استثمار ما يخالف، استثمر هذا الموضوع، خل تجي شركه استثماريه تستثمر اللي اريده، مو اجي ابني عمارات يعني ولا مولات، حتى لو هسه مول خارج المدينه ما يخالف، بس لكن ما اجي انا هسه مثلا هذا المكان اذا كان متنزه وطني ويحتوي على هاي الفعاليات، بالتاكيد انه هذا المتنزه راح يحتاج سيوله، انه انت الديمه منين هاي تجيب السيوله؟ من العائدات اللي راح تجيك من هذا المكان، يعني انت يعني بالتصميم انه مدينه ثلجيه، مدينه العاب، متنزه، حديقه حيوان، مثلا شركات مال سيارات، هذا كله بعائديه، العائديه راح يعني حتى تديم هذا المشروع ويبقى بديمومته، انه مثلا الزوراء هسه حاليا انت تقص تكت طب للزوراء، هذا كله يرجع للزوراء حتى تديمها، حتى توفر لها خدمات وغيرها، نفس الشيء هذا نفس العمليه. جيد، احسنتم، يعني حتى الوقت هو بعد شلون بدا ياخذنا، ما بقى يمكن تقريبا 5 دقائق. استاذ جاسم، وايد يسالون على قضيه اجازه البناء، شلون اطلع اجازه البناء؟ لا، جهاز البناء يعني اجراءاتها جدا بسيطه، اي مواطن يجي الدار البلديه مع مستمسكاته والسند الخاص به، يعني ملكه هو الشخصي، هو يا هو سند صح 23 لو 25 لا 25 يعني 25 اللي هو احنا نعتمده للمعاملات اللي يمكن عن طريقها انه يروج اجازه بناء، شرط انه تكون المساحه يعني ضمن المساحه، مساحه رسميه اللي هي اقل مساحه 200 نعم 200 اللي هي المسموح بها فما فوق. اذا كانت هذه القطعه تحتوي على شخصين، يجب ان يكون ذول الشخصين هم اثنينهم بموافقتهم انه يكون البناء دار سكن، مثلا 2 أخوة يريد يبنون دار سكن بموافقه الشركاء وتعهد قانوني ونعطيهم اجازه. انا اشتريت 100 متر نعم، اريد طبعا ما مشتري بس اقول نعم. كمواطن انا اشتريت 100 متر نعم، اريد ابني اخذ اجازه بناء. اذا كان ال 100 متر منفردة تحصل إجازة بناء. بعدين بالكرادة ماكو 100 متر. لا أكو أكو 100 متر وأكو أقل حتى من هاي المساحة منفردة. يعني تطوني 50 متر أبني يعني. إذا كان منفرد. حتى منفرد. ما عندنا أي مشكلة. هو أصلاً القانون يقول لك أنت سند ومساحة. المنفرد يعني قطعه هو أبو المية. لا 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 لا. ما يصير، لا يعني حتى لو 200 ما يصير. لازم 200 هي المساحة هذه سند واحد. باسم شخص محدد. واضح. هو يقدم على الاجازه انه منح الاجازه بالبناء. بعد هو القرار بعد هو
بحث اخر يعني على مصاف الاسكان، نعم، على صندوق الاسكان ياخذ قرض، نعم، ويتم. بعض البيوتات اثناء البناء، نعم، تشوف الطابق في نصف الشارع، طبعا تشوفه خلال يوم مثلا وجهه البلديه وشارع، لا ايام. هذا هل بموافقه بلديه كراده؟ لو لا لا طبعا احنا اي اجازه بناء تمنح مواد البناء ننطي ايجار رصيف للمواطن انه يستغله لغرض المواد مع سياج واقي لغرض عدم تناثر هذه المواد. بس هذا ماكو مرات المواطن هم يعني شوي يعني زاغب. اي زاغب يعني يفرغ لك اياها بالليل اي ويبدا الصبح بس يسوي معاناه بالشارع بصراحه. احنا مرات يعني مفارزنا تطلع يا اما ترفع هذا الطابوكي يا اما تزيح في سبيل ومرات يعني غرامات يعني تجي على المواطن لان هذا مخالف للضوابط امانه بغداد. جد احنا نتمنى يعني هذا طريق يعني سلوك الماره يعني او السيارات، فانت شوف مثلا خلي طابوق او رمل ويصير زخم في فرع بسيط، نعم، يعني خاصه هنا مستشفى البشارة أو هكذا، نعم. نشوف مع العلم كبر الشارع، لكن شو الزخم إذا واحد بس يشيل طابق يخلي مثلا أو رمل راح يصير زخم، وهذا شارع فرعي طبعا. احنا متابعين بصراحة يعني كوادرنا البلدية حتى الشوارع الفرعية اي كلها، لا هو المشكلة بالشوارع الفرعية يعني بالأزقة الداخلية، صحيح، بس متابعين هذه الحالة وعندنا أرقام شكاوي أي حالة أنه يصير من هذا القبيل يتصلون بنا ويزودونا بالعنوان احنا نعالجه. احسنتم الاستاذ جاسم محمد الركابي، حتى ما ابخس حقك كلمه اخيره اذا عندك تفضل. والله اولا اشكركم على حسن الضيافه وهذا اللقاء الممتع، الله يحفظك، ويعني ندعو المواطن ان شاء الله للتعاون مع الدوائر البلديه واحنا بخدمتهم ان شاء الله. احسنتم، ان شاء الله احنا ايضا بخدمه المواطن وبخدمتكم ايضا كجهه حكوميه تقدم خدمه، واحنا ان شاء الله اكون وسيط ناقل لانجازاتكم ايضا واسئله المواطن ان شاء الله. اشكرك استاذ المهندس جاسم محمد الكابي معاون مدير عام بلديه الكراده، شكرا لك. شكرا موصول لكم، الله يحفظكم ان شاء الله. اذا مشاهدينا الكرام في ختام الحلقه ندعوكم لمشاهده الحلقه القادمه في يوم السبت القادم في الساعه 9 مساء. تقبلوا تحيات كادر البرنامج، وأنا معدوم مقدم البرنامج حازم الحربي، ألتقيكم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم، في أمان الله.